منحة في محنة. أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة، الوقت هذا سيمضي، الوقت هذا سيمضي، لكن يحتاج إلى صبر شوي. الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية. اللهم إنا بما تحب نسعى، ولما أمرت ندعو، ولسمو الهدف نمضي بمنك وتوفيقك. وفي الوقت الذي عصفت فيه المحن كافة أرجاء المعمورة، فإن الله عز وجل سخر لهذه الأمة رجالا يقومون على أمرها ويسعون في خدمتها بتسخير منه. منحة في محنة.